بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الطقس هيكون حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وفي نشاط للرياح ببعض المناطق، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. طبعا خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن النهارده في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، هل ده بدايه لموجه حاره ولا يعني درجات الحراره تعتبر في معدلاتها الطبيعيه؟ لا، هي بالفعل درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين. أجواء صيفية حارة في معظم أنحاء الجمهورية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لأن ما زلنا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار المية، فبالتالي ده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير خلال فترات النهار وأيضا خلال فترات الليل في معظم أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان في طبقات الجو العليا بيأثر علينا امتداد مرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وبيساعد على ارتفاع درجات الحرارة. يمكن احنا بدأنا من بداية الأسبوع ده بدأنا نحس بارتفاع الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، ومتوقع يكمل معانا لنهاية هذا الأسبوع. أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، ده خلال فترات النهار. أجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس وأيضا هدوء سرعات رياح، لأن احنا بدأنا نحس كمان أن سرعات رياح بقت أقل، فبالتالي بدأت أحس بنسب الرطوبة الموجودة خلال فترات الليل. فأجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة رطبة على المناطق الشمالية مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترات الليل. يمكن كمان نشاط الرياح اللي احنا بنتكلم عليه هيكون موجود في بعض المناطق المحدودة زي الوجه البحري أو بعض المناطق من جنوب الصعيد شمال وجنوب الصعيد، ده ممكن يقلل إحساسهم بنسب الرطوبة لكن مش في معظم أنحاء الجمهورية. زي ما قلنا كمان ارتفاع درجات الحرارة ده متوقع أن هو يزيد بكرة. احنا عندنا بكرة إن شاء الله الأربع والخميس هيكون في ارتفاعات أخرى في درجات الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 36 درجة مئوية، وقيم درجات الحرارة دي المقاسة في الظل نتيجة وجود نسب رطوبة المفروض إن احنا هنحس بقيم درجات حرارة أعلى كمان، يعني هنحسها أعلى بحوالي 3-4 درجات نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة. وإن شاء الله مع بداية الأسبوع المقبل نبدأ نتأثر بتوزيعات ضغطية مختلفة، امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، تبدأ تدريجي درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية. لازم نخلي بالنا كمان من الشبورة المائية فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لأنها بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني نقدر نقول الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي والرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. مهم جدا تبقى القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، كمان مهم جدا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة، ومهم كمان المتابعة اليومية للنشرات الجوية لأن احنا داخلين على فترة انتقالية بين فصل الصيف وفصل الخريف بيحصل فيها تقلبات جوية حادة وسريعة. صحيح. طب بالنسبة للنشاط الملاحي يا دكتورة منار؟ طبعا حركة الملاحة البحرية كانت الأيام الماضية وخاصة على خليج السويس كانت مضطربة، لكن الحمد لله من أمس واليوم وخلال الأيام المقبلة إن شاء الله يمكن لحد نهاية الأسبوع ده هيكون في اعتدال كامل في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وكمان خليج السويس، مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. نقدر نستمتع بالأجواء بشكل كبير على المسطحات المائية البحر الأحمر أو البحر المتوسط. طيب ونسب الرطوبة دي هل هتقل في الكام يوم اللي جايين ولا مستمرة معانا الرطوبة العالية؟ يعني على الأقل على مدار هذا الأسبوع كله لا، مستمرين في ارتفاع نسب الرطوبة خاصة المرتفع الجوي بيحبسها في طبقة قريبة من سطح الأرض فنحس أكتر بارتفاع نسب الرطوبة، بس إن شاء الله مع بدايات الأسبوع المقبل المنخفض الجوي بيبدأ يوزع الرطوبة في عمود الهواء ككل. كمان الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بدايته هيكون في نشاط للرياح في معظم أنحاء الجمهورية يقلل إحساس نسب الرطوبة،
فمع بداية الأسبوع المقبل هيبقى في بعض الظواهر الجوية أو بعض التوزيعات الضغطية تقلل إحساس النسب الرطوبة إن شاء إن الله. شاء الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25، والعاصمة الإدارية 34-24. في الإسكندرية 32-24، كذلك الأمر في العلمين الجديدة 32-24، مطروح 31-24، ودمياط 32-25، بورسعيد 32-25 أيضا، والإسماعيلية 36-24. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 35 والصغرى 24، أما في العريش 32-24، وكاترين 35-18، وطابة 36-26، حلايب 35-29، شلاتين 39-31، وشرم الشيخ 38-30، والغردقة العظمى فيها 39 والصغرى فيها 31. أما في الفيوم فدرجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24، وبني سويف أيضا 36-24، الوادي الجديد 41-26، وأسيوط 37-25، سوهاج 40-25، وإنا 40-28، الأقصر 40-28، وأسوان 42-29. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. هنرجع مرة تانية دلوقتي لجمانة ومصطفى ونتابع باقي فقرات. صباح الخير يا مصر.